عالم آخر، مش العالم الآخر، عالم آخر، الانتخابات الأمريكية يوم الثلاث اللي جاي. إيه آخر الأخبار وآخر التوقعات؟ الأستاذة نادية بلبيسي مدير مكتب قناة العربية في واشنطن، أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ عمر. أستاذة نادية، في البداية في موضوع أنا عايز أفهمه، هو أنتوا في بلدكوا دي بتقدروا تنتخبوا من غير آي دي، يعني من غير بطاقة؟ يعني المواطن يروح كده يقول لك انا عايز انتخب من غير ما نتعرف على هو مين ولا بطاقته ايه؟ هل الموضوع ده ماشي في امريكا يعني، ولا ايه الحكايه؟ لا يعني ما حدش بيقدر يروح على اي صندوق اقتراع ويقول انا عاوز اصوت ويسمحوا له بنفس الدقيقه او بنفس اليوم. التسجيل لازم انت تسجل قبل، يعني انا عشان اقدر اصوت مثلا انا ساكنة بولاية فيرجينيا، طبعا ما بقدرش أروح على مركز التصويت بنفس اليوم إلا إذا كنت مسجلة أصلا، وإذا ما كنتش مسجلة ما بقدرش أصوت حتى لو كان عندي حق التصويت. وبالتالي التصويت طبعا يوم ما بتروح لازم يكون معك اللي بسموه بطاقة صادرة عن الحكومة، بمعنى يا إما رخصة سواقة أو حاجة هي الحكومة اللي أو باسبور، بس عادة ما حدش بيستخدم الباسبور كتير بأمريكا زي ما أنت بتعرف، فبنستخدم الآي دي. هلا الآي دي أحيانا ممكن إنه يكون التجاوز، ممكن إنه يكون إنه لما تسجل الشخص لازم يكتب ويقول هل أنت مواطن أمريكي، لأن التصويت لا يحق إلا المواطنين الأمريكيين. إذا كذب هذا الشخص وقال إنه مواطن أمريكي ممكن يكون عملية صعب، العملية صعبة إنك تثبت إنه هو كان مواطن أمريكي ولا لا، بس هذا التلاعب كتير 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 محدود ولا يمكن إنه أثر على نتائج النهائية. أستاذة نادية معلش، أنا من قاعد شايف في جدل كبير في هذا الموضوع، موضوع الاي دي، انه لما يجي تشتري سجاير لازم اي دي، لما تيجي تشتري بيره لازم اي دي، لما تروح مش عارف فين لازم اي دي، لكن في الانتخاب مش لازم اي دي. الجدل ده سببه لا ايه يعني؟ لا مش مظبوط. لا مش مظبوط، لازم، لا مش مظبوط، مش صحيح. بكل اللي ذكرته هو كل الحالات صحيحة، وبما فيها التصويت، التصويت يجب أن تظهر بطاقة وهي رخصة السواقة عليها صورتك وعليها عنوانك وعليها اسمك، وحتى الشخص المسؤول عن عمليات التصويت، آلية التصويت، بيسألك وبتطلع على الاسم اللي عنده هل هو مطابق، وبقول لك نعم مطابق يحق لك التصويت، بيعطيك الورقه وبتفوت ورا مكان مغلق، انت فقط وضميرك اللي انت بتصوت، ما حد بيكون حواليك، يعني ممنوع حد يكون قريب منك لما بتصوت. طيب